هلو ايفريون، اليوم ان شاء الله غنشوفوا التنسيز. من بعد غنعمل فيديو ديال الريبورت سبيتش والباسيف فويس ان شاء الله، يعني بعد هذا الفيديو هذا، لانه خصكم ضروري تضبطوا الازمنه عاد باش نقدروا ندوزوا له. بالنسبه دابا غنقراو البريزنت كونتينيوز. طبعا شنو هو البريزنت كونتينيوز بالعربيه؟ البريزنت كونتينيوز المعنى ديالو باللغه العربيه هو الحاضر المستمر. اوكي، السؤال هنا كيتطرح، واش البريزنت كونتينيوز عنده وجود في اللغه العربيه او لغي هكاك ترجمناه بانه حاضر مستمر واخا ما كاينش في اللغه العربيه؟ والجواب هو انه كاين في اللغه العربيه، يعني عندنا هذا الزمن هنا ديال الحاضر المستمر. نعطي مثال، مثلا اتصل بي شي صديق وقال لي باللغه العربيه: اين انت يا صديقي؟ وانا كنت غادي للمدرسه، يعني في طريقي الى المدرسه. ما يمكنش نقول له نستعمل بريزنت عادي، سيمبل بريزنت. ما نقدرش نقول له انا اي جو تو سكول، يعني ناو خطأ. هو كيسولني دابا فينك، وير ار يو ناو. في هذه الحالة هذه كنقول له أنا ذاهب إلى المدرسة، يعني أنا في طريقي إلى المدرسة. إذا درت ذاهب، أوكي، عملت صيغة ذاهب، يعني صيغة ديال الكونتينيوز، يعني الأي إن جي. أوكي، واضح؟ سو شنو هي الفورمة ديال البريزنت كونتينيوز؟ بالنسبة للفورمة ديالو هو كالتالي: كيكون عندنا في الأول الضمير اللي هو أي أو لا يو أو لا هي أو لا شي أو لا إت أو لا وي أو لا يو ديال الجمع او لا ذا. اوكي، لان عندنا جوج ديال يو، يعني يو ديال المفرد سينجولار، واليو ديال بلورال ديال الجمع. اوكي، سو في الاول كيكون عندنا الضمير. الا ما كانش عندنا الضمير كيكون عندنا الاسم، مثلا تشيلدرن، مثلا احمد، مثلا سلمى اند صفيه، مثلا الى اخره. اوكي، اذا كان عندي انا ديك الضمير، وعندي مثلا اما الضمير اما الاسم، شنو باقي خصني؟ خصني يكون عندي الفيرب تو بي. اوكي، الفيرب تو بي كيكون على ثلاثه الاشياء: اما كيكون ام، اما كيكون عندي از، اما كيكون عندي ار. طبعا ما خصكمش تخلطوا بيناتهم. في اي كاين غير ام، في انا غير ام، في هي او لا شي او لا ات، هو او لا هي او لا هو وهي اللي ما عندوش العقل، كيكون عندنا از. وفي نحن او لا انت او لا انت او لا انتم او لا انتما او لا انتن او لهم او لهما او لهن، هذو كاملين كيكون فيهم ار. اوكي، يعني لاحظوا ان ام مفرده، از مفرده، وار كتجيب الجمع، وكتجي حتى في ديك انت وانت. اوكي، اذا من بعد شنو كنديرو؟ من بعد كنحطو الفيرب. هذاك الفيرب هذاك اللي كيتحط لي خصني نزيد له اي ان جي، ما خصنيش نحطه هو النيت. الا كان فيه مثلا اي في الاخر، بحال مثلا درايف، ميك، في هذه الحاله هذه كنزيد اي ان جي. الا كان نورمال، يعني مثلا سبيك، مثلا اي ام سبيكين، اصلا ان ذا بريزنت كونتينيوز اي ام سبيكين ناو، انا كنهضر دابا. سو ديك الساعات كنزيد اي ان جي نورمال، لان ما عندي اصلا حتى شي زياده ديال الحرف متحرك، يعني فاول. اما الا كان عندي زولو، الا كان عندي فيرب صغيور، مثلا ران جري، فيه الار وفيه اليو وفيه الان، واش يمكن لي نزيد اي ان جي؟ لا، في هذه الحاله كتعمل دبل ان. اوكي، كتعمل جوج ديال النون عاد كتعمل اي ان جي. اوكي، واضح هذا الفورمه. الا بغينا نديرو النوت، غادي نديروها في الجهه ديال الفيرب تو بي. ولا بغينا نديرو السؤال غنقلبوه بالفيرب تو بي. اوكي، انا نعطي مثال، مثلا اي ام سبيكين ناو، انا كنهضر دابا، انا ما كنهضرش، اي ام نوت سبيكين ناو. اوكي، ما تنطقوش الكا. اوكي، ما تقولوش اي ام نوت سبيكينغ. اوكي، هذا راه خطا، لان في الفونيتكس كتولي سبيكين نون طويله. اوكي، يعني ديال النيزل، كتسمى النيزل. اوكي، الا كبغيت نعمل السؤال غادي نقلب باش نبدا بالفيرب تو بي: ام اي سبيكين ناو. اوكي، واضح، يعني هذا. اوكي، دابا نمشيو ندوزو للاستخدامات ديالهم. ان هنا وي يوز ذا بريزنت كونتينيوز وين وي توك اباوت سامثين ذات از هابينين ات ذا تايم اوف سبيكين، يعني شي حاجه اللي كتكون واقعه دابا. مثلا عندنا المثال تما: بليز دونت ميك سو ماتش نويز ام ستادين، يعني عافاك ما تعملش صداع بزاف، انا دابا راه كنقرا. اوكي، اي ام ستادين، يعني انا ادرس. هذيك انا ادرس، يعني في اللحظه ديال النطق ديالو، هي اللحظه اللي خدم فيها الكونتينيوز، يعني هو كان كيقرا وبالتالي كان واحد الصداع، وقال لهم عافاك ما ديروش الصداع بزاف، راه انا كنقرا. يعني كيكون شي حاجه هابينين ات ذا تايم اوف سبيكينغ، شي حاجه كتوقع في اللحظه ديال الكلام. اوكي، هذا الاستخدام الاول، يعني في حال دابا انا مثلا، انا دابا حاليا يعني كنتكلم معاكم، يعني اي ام سبيكينغ. اوكي، يعني شي حاجه ديال ناو ات ذا مومنت. اوكي، حاليا. اوكي، مي تشوفوا شي حاجه اللي هابينين ات ذا تايم اوف سبيكينغ،
اوكي ما نقدرش نقولوا happening in the time of speaking لان اذ كتمشي مع at. اوكي at the time of speaking. اوكي الاستخدام الثاني كنستخدموه في شي حاجه كتكون مؤقته. اوكي يعني كنقولوا temporary. اوكي مؤقته ضد ديال permanent. مثلا permanently مثلا كيفاش مؤقته؟ for example مثلا اي واحد كيقرا في الجامعه ديال ابن طفيل يعني كيقرا فيها مثلا مؤقتا، كان لا يقرا فيها غير 3 سنين ديال الاجازه، كان لا يقرا فيها مثلا غير حد وحدوك الى اخره. فمن الافضل يقول I am studying English مثلا في ابن طفيل. علاش غيعمل studying؟ لان مؤقت. اوكي نعطيكم مثال واحد اخر. مثلا انا ساكن مع اختي، مثلا مع اختي في الدار ديالها، مثلا كنقرا في نديرو على سبيل المثال كنقرا في كازا بلانكا وهي ساكنه تما، وانا ما بغيتش نمشي نكري، مشيت سكنت مع اختي. شني في هذه الحاله خصني نعمل بريزنت كونتينيوز. علاش؟ لان حاجه يعني غير مؤقته وصافي، ماشي دايما. اوكي غادي نقول اي ام ليفين ويز ماي سيستر. اوكي لان غير مؤقتا. هذا بالنسبه للاستخدام الثاني. بالنسبه للاستخدام الثالث كتستخدم مع مثلا today، مع this week، this season. اذا نفسها كدل بان شي حاجه كنقولوا بانها فعلا مؤقته، يعني بحال اللي تعودت بصياغه واحده اخرى. مثلا you are working hard today، انت خدام بزاف يعني بمشقه اليوم، يعني راك خدام. اوكي فيعني مؤقت، يعني هي مؤقت. هيقول له yes I have a lot to do، عندي بزاف ما يدار. انا مثلا الثانيه Tom isn't playing football this season. اوكي هاي مؤقتا، غير في this season هذه ما غاديش يلعب. علاش؟ بغيت كونسونطرا على الدراسه ديالو. اوكي واضح. الفوقي مثلا عندنا ديك have you heard about Brian، واش سمعتي على Brian؟ he is building his own house، راه كيبني المنزل ديالو، واخا ما يكونش كيبنيها في ديك اللحظه ولكن راه مؤقتا راه كيبنيها. اوكي واضح، يعني كتكون شي حاجه مؤقته. كيكون عاوتاني مع لوك، انظر فاش تشوف لوك عمل اي ان جي. مثلا لوك اتس رينين، شوف راه الشتا كطيح. لوك ذا بوي از كراين، شوف الولد راه كيبكي. كتجي عاوتاني مع ليسن، اوكي استمع. مثلا ليسن ذا ميوزك از بلاين، اسمع راه الموسيقى خدامه. مثلا يعني كتكون مع ليسن ومع لوك. كذلك تكون عندنا مع الناو، كتكون عندنا مع at the moment. اوكي في هذه اللحظه. اوكي عاوتاني كنخدموها مع شي حاجه اللي كتكون changing situations. كيفاش changing situations؟ يعني الوضعيات المتغيره. مثلا هنا عندنا مثلا the population of the world is rising very fast، يعني الساكنه ديال العالم طالع بزاف يعني بسرعه كبيره. اذا is rising. اوكي يعني خصنا نديرو للبريزنت كونتينيوز لان وضعيه متغيره. اوكي ثانيه مثلا عندنا is your english getting better، واش الانجليزيه ديالك كتحسن؟ يعني حتى هي وضعيه متغيره. فاش تشوفوا هذه الوضعيات المتغيره غادي تعملوا معاهم البريزنت كونتينيوز. اوكي واش لحد الان كل شيء واضح؟ بالنسبه للشيء واحد اخر بالنسبه للبريزنت كونتينيوز، عندنا بعض الافعال اللي ما كنخدموش فيهم البريزنت كونتينيوز. طبعا احنا غادي نشوفوا كل شيء بالتفصيل، احنا غادي نشوفوا شيء بشيء. اذا عفاكم يعني شبروا ستيلو، اي حاجه ذكرتها قولوها. بالنسبه للاكسرسايزز المهم هاد التمارين هادو يمكن لكم تاخذوا عليهم سكرين شوت بالزربه، وبالنسبه للاجوبه ديالهم غتسردوهم في الواتساب اما في النمره اللي عندي، او لا تقولوا لي ندخلكم في جروب، راه عندي جروب ونخدموا كاملين بينا ونصحوا كاملين بينا مع بعض. اوكي سو نخليو هادو تعملوهم نتوما باش نشوف واش بصح فهمتوا. لاحظوا ان في الاولى مثلا عندنا please be quiet I am trying to concentrate، يعني عافاك اهدأ انا راه كنحاول نتكونسونطرا. الثانيه لوك، ها شفتي قلت لكم تشوفوا لوك it is snowing، يعني راها كتلج، يعني بحال اللي قلنا راها كتمطر، يعني تمطروا ثلجا الى اخره. يعني غتخدموا لي هذا الشيء، هذا تخدموه لي مزيان وتسردوا نشوف الاجوبه. سو دابا ندوزو سيمبل بريزنت. اوكي سيمبل بريزنت هنا كينقسم لجوج. اوكي كينقسم الفيرب تو بي، وكينقسم يعني الاذر فيربس الافعال الاخرين. مثلا سيمبل بريزنت ديال الفيرب تو بي كيكون عندنا اما اي ام او لا يو ار
او لا he is او لا she is او لا it is او لا we are او لا you are ديال الجمع، لان يو كتعاود جوج المرات، يعني كاينه واحده ديال المفرد وكاينه واحده ديال الجمع، و they are ديالهم هما هنا ديال الجمع كذلك. اوكي، بالنسبه لهاد present continuous، بالنسبه لهاد simple present ديال الverb to be، فاش كنخدموه؟ كنخدموه في 8 ديال الاشياء. اوكي، 8، يعني عافاكم كونوا تسجلوا معايا اي حاجه كنقولها. كتستخدم مع الاسم، اوكي، اي ام ياسين مثلا، هذا خصك تخدم simple present. علاش؟ حيت عندك الاسم. يمكنش نقول اي ياسين، خطا. اوكي، خصني نقول اي ام ياسين. شوفوا simple present كينقسم على جوج كما قلت لكم، القسم الاول verb to be، القسم الثاني other verbs، يعني اللي بين قوسين اي دو. دابا انا نشوف معكم يعني ديال verb to be، عاد نمشيو ديال other verbs ديال ديك بين قوسين اي دو. واضح؟ اوكي، سو بالنسبه لهاد simple present ديال verb to be، قلنا كتستخدم في 8 ديال الاستخدامات. اول حاجه عندنا الاسم، اي ام ياسين. ثاني حاجه عندنا كتستخدم العمر، يعني مي يكون عندي العمر خصني عاوتاني نخدم الverb to be، خصني نقول I am 20 او لا I am 22 او لا I am 30. اوكي، ماشي نقول I 20. اوكي، هذه كتعتبر خطا. ثالث شيء عندنا المهنه. اوكي، يعني المهنه خصها تكون عاوتاني فيها الverb to be، مثلا I am، وما تنساوش ديك اوكي ديال الارتيكل خصكم حتى هي تعملوها. مثلا I am a teacher. اوكي، ماشي I a teacher، مثلا I am a doctor. اوكي، I am a policeman، يعني ضروري تعمل ديك verb to be. اوكي، دابا قلنا ثلاثه، نمشيو للرابعه. الرابعه عندنا الحاله. اوكي، شنو الحاله؟ مثلا واش single، واش married، واش مثلا غادي نقول I am، for example الا كنت انا مزوج I am married، الا كنت single I am single. اوكي، ما تقولش I single. يعني اربعه. شنو هي الخمسه؟ الخامس شيء عندنا هي مثلا الصفة، كتوصف راسك. مثلا لاجيكتيف، يعني في حالش مثلا انا طويل غادي نقول I am tall، ماشي I tall. انا قصير I am short. اوكي، واضح. شنو عندنا كذلك؟ عندنا الجنسية. اوكي، الجنسية، مثلا I am Moroccan، إذا كنت اسباني I am Spanish. اوكي، يعني ضروري تعمل ديك verb to be، يعني يكون شيء I Moroccan. اوكي، شنو اخر باقي لنا؟ الجنس، مثلا واش ذكر ولا انثى. فمثلا انا ذكر نقول I am male. اوكي، اذا كانت مثلا بنت غتقول I am female. اوكي، يعني ضروري كتعمل فيها في الجنس كتعمل عاوتاني الverb to be. اوكي، شنو بقى لنا واحد اخر؟ باقي لنا كذلك المشاعر. اوكي، باقي لنا المشاعر، مثلا انا فرحان فخصني نقول I am happy، انا حزنان I am sad. اوكي، يعني الverb to be كتستخدم فيها 8 ديال الاستخدامات. الاشياء اللي من بعد هي اللي كنستخدموا فيها الverb، يعني كتسمى الverb to do. اوكي، عاديا اللي خدمنا فيه الverb to be هو النيت كنديروا به النيجاتيف، مثلا I am not ياسين، I am not good، I am not Moroccan، كذا كذا كذا. الا بغينا نسولو كنسول عاوتاني بالverb to be النيت، am I ياسين، am I good، am I الى اخره. الا ما كانش عندنا هاد 8 هادو ديال الverb to be، عاد كنلجؤوا لديك ساعات ديال بين قوسين اللي دايرينهم في الكتاب ديال I do. اوكي، بالنسبه ل I do فين كتستخدم؟ كتستخدم في other verbs، الافعال الاخرى. مثلا مثلا play، مثلا play ضروري ما نستخدموا ديك I do. علاش اصلا كتستخدم؟ كتستخدم من اجل التوكيد. مثلا نقدر نقول I play football every مثلا Sunday، ونقدر ناكد. الا اكدت في حاله التوكيد خصني نخدم ديك دو اللي بين قوسين. فشني غادي ندير؟ I do play football every Sunday. اوكي، اذا ديك دو اكدت لي. كما don't كتنفي، اذا الاستخدام الاول التوكيد، الاستخدام الثاني النفي. الا بغيت نقول انا لا، اوكي، انا لا، انا لا، فكندير I don't not. okay، I don't not play football every Saturday، ما كنلعبش كرة القدم كل سبت. فهنا نفيت. okay، don't not نفيت. وعقلوا مزيان ان don't not في الترجمة كتعني لا، ما كتعنيش لستو. okay، انا لا العبه، ماشي انا لست العبه. اما ديك I'm not في الترجمة ديالها كتعني لستو، ماشي لا، انا لست سعيدا، ماشي انا لا سعيدا. يعني دا عافاكم بالنسبه للترجمه، راه يكون عندكم موديل ديال الترجمه
يعني خاصكم تنتبهوا مزيان، كاين اللي يقدر يمشي يعمل ترجمة في يعني المعهد ملك فهد إلى آخره، يعني ضروري من دابا الإنسان ياخذ الأساسيات. أوكي، إذا عملناه كنديروه في التوكيد، عملناه كنديروه في النفي، وعندنا السؤال. مثلا السؤال شنو كندير؟ كنقلب. أوكي، كندير مثلا Do I play football every Friday؟ واش كنلعب كرة القدم كل جمعة؟ أوكي، واضح. أوكي، بالنسبة يعني لهذا الفيرب تو دو، إلا بغينا نعملوه في التوكيد أو لا في النفي أو لا في السؤال كندخلوه، إلا ما بغيناش نديروه في الثلاثة كنزولوه نهائيا. في حالة زولناه اش كيوقع؟ واش الفعل كيبقى هو هو؟ واش اي بلاي، يو بلاي، هي بلاي، شي بلاي، ات بلاي، وي بلاي، يو بلاي، ذي بلاي؟ لا، غلط. علاش؟ خصك في هي وشي وات كيوقعوا تغيرات دائما. في هي وشي وات خصك ضروري النورمال، القاعده ديال النورمال خصك تزيد اس. اوكي، مثلا سبيك خصك تقول هي سبيكس. اوكي، في هي وشي وات خصك تزيد اس. اوكي، اذا كان عندي اصلا الفيرب فيه اس، يعني مثلا اي فيرب عندي فيه اس، شنو غادي نعمل؟ نعمل ميس مثلا واش هي ميس نزيد اس؟ لا. اذا كان عندك اس، اذا كان عندك اس اش، يعني اوكي نقوله بالانجلي اس اتش، اذا كان عندك سي اتش، اذا كان عندك او، اذا كان عندك زي او لا زد، اذا كان عندك اكس، في هذه الحاله هذه شنو كتعمل؟ كتزيد اي اس في الاخر. اوكي، هي واتشز ماشي هي واتشز. اوكي، هي واتشز، وعقلوا هذيك از، كل شيء كتمشي از 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 في النطق. اوكي، هي واتشز يعني باز، كتزيد اي اس. اوكي، الا كان عندي مثلا الفعل كيتسالب بواي، يعني اي فرونسي، ولكن كان قبل منه مثلا متحرك، ولا كان قبل منه ساكن، شنو كيوقع؟ اذا كان قبل منه حرف متحرك، شنو معنى المتحرك؟ يعني قبل منه فاول، مثلا بلاي، فبلاي شنو كتعمل؟ كتزيد غير اس في الاخر، يعني عادي. اذا هي بلايز، شي بلايز، كتزيد غير ديك اس. اوكي، اما اذا كان عندي قبل الواي، قبل ديك الايغريك، كان عندي قبل منها كونسونانت، يعني حرف ساكن، في هذه الحاله هذه شنو كدير؟ كتزول ديك الايغريك، كتزول ديك واي، وكتعمل اي اي اس. مثلا ستادي، اي ستادي، يو ستادي، هي ستاديز. اوكي، كتزيد ديك، كتعمل اي اي اس في الاخر. اوكي، واضح، يعني خصكم تنتبهوا لهذا الشيء كامل. اوكي، اذا الاستخدام ديالو، دابا نمشيو للاستخدامات ديالو. بالنسبه للاستخدام ديالو، كنخدموه في شي حاجه كتكون حقيقه. اوكي، مثلا الارض تدور حول الشمس، مثلا كنقولوا the earth circles the sun. اوكي، علاش زدت ديك اس؟ لان عندي ايت، عندي غير عاقل، يعني الارض ما عندهاش العقل، عليها زدت ديك اس، وقلنا فيه وشي ايت كتزيد اس، يعني circles زدت اس، كان عندي اي في الاخر زدت اس. اوكي، علاش ما خدمش بريزنت كونتينيوز؟ لان هي حاجه حقيقيه، البارح كانت كدور الارض حول الشمس، اليوم كدور الارض حول الشمس، غدا غدور الارض حول الشمس. فاش كتكون عندنا فاكت، فاش كتكون حقيقه علميه، كنخدموا سيمبل بريزنت. اوكي، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني في الاراء، كنخدموا الاراء. مثلا فحالش، مثلا الا بغيت نقول انا كنحب الانجليزيه، فغادي نقول اي لاف انجلش، ما غاديش نقول اي ام لافين انجلش. اوكي، مثلا كيعجبني الايس كريم، نقول اي لايك ايس كريم، ماشي اي ام نوت لايكين ايس كريم. اوكي، لان اراء كنعطي الاوبينيون. اوكي، فمين كتعطي الاراء الى اخره، خصك تستخدم السيمبل بريزنت. اوكي، اذا كانت شي حاجه كذلك، يعني كتهضر على، كتعطي واحد، كنقول مثلا واحد الزمن، سكيدجول تايم، ولكن كيكون عندنا ماشي انا اللي درته. اوكي، المدرسه اللي درته مثلا، شي واحد داره من غيري انا. مثلا المدرسه كتفتح في 6 ديال الصباح مثلا، فشني غادي نديرو؟ غندير سكولز، مثلا المدارس. اوكي، سكولز المدارس، اوبن تفتح. اوكي، اوبن ات 6 اوكلوك. اوكي، في 6 ديال الصباح، اي ام 6 ديال الصباح، وكتغلق اند كلوز مثلا في 6 ديال العشيه، ات 6 بي ام. اوكي، اوكلوك بي ام، يعني ات 6 بي ام. في هذه الحاله هذه شنو عملنا؟ عملنا السيمبل بريزنت. علاش؟ لان هذه حاجه البارح كانت، واليوم كذلك، وبعده وغدا، يعني شي حاجه ماشي انا اللي درتها. اوكي، مثلا الترن كيغادر في 7، ذا ترين ليفز ات مثلا 7 اوكلوك، يعني هذه كتكون شي حاجه اللي مديوره من الفوق، يعني اباف،
من الفوق. ففي هذه الحاله هذه ما يمكنش نعمل انا البريزنت كونتينيوس. اوكي واضح. اوكي فاش نقدر نديرها كذلك؟ نقدر نديرها مع الادفيربز اوف فريكوينسي، مثلا اولويز، نيفر، sometimes، often، usually، rarely، seldom. هادو خصك تحط فيهم simple present. مثلا فحالاش مثلا مثلا نقول مثلا انا احيانا كنسمع الموسيقى، غادي نقول مثلا I sometimes listen to music. اوكي okay, I sometimes listen to music. علاش عملت listen خليتها في simple present؟ علاش؟ لان adverbs of frequency احيانا. اوكي فاش ما تشوف هادو عمل present simple. اوكي فهاد الادفيربز اوف فريكوانسي خصكم تكونوا ذكيين عاوتاني فين تحطوا. مثلا مثلا نقولوا يوجوالي، مثلا عاده في ملي يكون الفيرب تو بي خاصها تكون مور الفيرب تو بي. نقول مثلا اي ام يوجوالي مثلا هير، اي ام يوجوالي هير، مثلا ماشي اي هير يوجوالي. اوكي انا عاده هنا، اي ام يوجوالي هير. اوكي يوجوالي هير ممكن يعني كتكون مورال فيرب تو بي، ولكن كتكون قبل الافعال الاخرين من غير فيرب تو بي. مثلا I usually travel to مراكش، مثلا انا عاده كنسافر لمراكش من غير sometimes. sometimes اللي تقدر تلعب بها كيما بغيت، تقول sometimes في الاول، sometimes في الاخر، sometimes في الوسط، يعني ما كاينش مشكل. اوكي كيكون كذلك عندنا مع every. اوكي يعني كل every monday، every month، every year، كنستخدموا عاوتاني simple present. اوكي مثلا بالنسبه لهذا يعني simple present الا بغيت كذلك نستخدمه كيكون يعني يعني habit. اوكي كيكون عاده. اوكي روتين مثلا I sleep at 8 o'clock. مثلا انا كنعس في 8 مثلا، كنفيق في 6. I wake up at 6 o'clock. يعني كتكون عاده. اوكي روتين يعني شي حاجه كتبقى تكرر البارح واليوم، هابت يعني. اوكي واضح. سو عندنا كذلك مثلا وير دو يو كام، كتعني وير يو فروم. اوكي نقدروا نستخدموا وير دو يو كام وحتى وير يو فروم. مثلا هي كامز فروم مثلا ايطاليا، ايطالي الى اخره. في هذه الحاله هذه ما نقدروش نوت نو هي از كامين فروم. علاش؟ لان كام. اوكي لان يعني الكام كتستخدم دائما في السيمبل. اوكي يعني في من جاي. اوكي واضح. سو هادو اكزرسايزز حاولوا تخدموهم وخذوا واحد سكرين شوت عليهم وصردوا الاجوبه او ندخلكم في الجروب. اوكي هنايا نشوفوا الفرق ما بين present continuous وما بين simple present. طبعا ال present continuous simple present غتجبروا بان مثلا هنا the water is boiling could you turn it off please، يعني مثلا الماء راه كيتغلى واش تقدر عافاك تمشي تطفي البوطه. في هذه الحاله هذه present continuous. علاش عملنا ing؟ لان شي حاجه وقع دابا. اوكي وقع حاليا، دليل هو انني قلت له عافاك واش تقدر تمشي تطفي البوطه. ولكن كنت كنهضر انا على حقيقه علميه، نقول water boils at 100 degrees. اوكي علاش؟ لان عندنا تما حقيقه علميه. اوكي يعني دائما فيما ندير 100% ديال درجه الحراره غادي تغلى. اوكي عندنا listen to those people what languages are they speaking، يعني مش كنا listen خدمنا الاي ان جي. اوكي عندنا اوكي باش ما نبقاوش نطولوا لان هذا الشيء كامل قلته. مثلا عندنا Tom plays tennis every Saturday. يعني لأن عندنا every تماما هذا الشيء كامل أنا قلته. So I am living with some friends until I can find an apartment. راه قلت لكم مثلا أنا عايش مع أختي. Okay so نمشيو المهم هذا الشيء كامل أنا راه قلته، يعني نيت معاود ولكن بواحد الطريقة مختصرة إلى آخره. المهم بالنسبة لديك شنو كاينه في بي؟ كاينه some verbs اللي كيتستخدموا غير في ال simple present وما كيخدموش في ال present continuous. مثلا عندنا want، عندنا need، عندنا prefer، عندنا have ملي كنعني process ال process. اوكي يعني ال process يعني شي حاجه اللي انا كنمتلكها. اوكي ما نقدرش نقولوا I am having money، I have money، I am having a car، I have a car. اوكي يعني ملي كتكون فيها ال process في هذه الحاله هذه كتستخدم ال simple present.
اما مثلا having dinner ولا having lunch ولا هذيك ولات معنى اخر. اوكي like ما تستخدمش في الكونتينيوز، love hate belong انتمي زعما I belong to مثلا مراكش الى اخره، يعني في هذه الحاله هذه ما خصكش تقول I am belonging to. اوكي وبيلون ما كتنطقش الكا، علاش قلت بيلونغين؟ لان اصلا تعتبر خطا، ما خصكش تزاد اي ان جي، يعني غير تتكون بانها غلط. وبيلون يعني لان عندنا الان والجي، فاش تكون عندك النون والكا في هذه الحاله هذه ما خصكش تنطق الكا. سي كنشوف هير كنسمع نو اعرف ريلايز بيليف سبوز مين اندرستاند ريمبر فورجيت او سي. واش باقين فيربس اخرين؟ طبعا باقين فيربس اخرين، يعني انتم خصكم تزيدوا تبحثوا. مثلا trust ما كاينش تما حتى هي خصها تكون، wish حتى هي خصها تكون، hope حتى هي خصها تكون، بعض المرات feel حتى هي، بعض المرات كدار بعض المرات لا، appear حتى هي خصها تكون تما، consider حتى هي خصها تكون تما، fit حتى هي خصها تكون تما، يعني هادو حتى هما mean كذلك mean اصلا كاينه. المهم هاد شبروا ستيلو واي حاجه قلتها كذلك سجلوها تما، يعني كنخدموا simple present مع هادو. اوكي ماشي present continuous. so هادو exercises عاوتاني خدوا screenshots و نشوف الاجوبه ديالكم. اوكي okay.